قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، لقاء علمي جديد نتناول فيه أحكام شهر رمضان وما يتصل به من فقه الصيام والقيام وغير ذلك. ذكرنا في المجلس الماضي ما يتعلق ببعض الممنوعات وببعض المباحات، وذكرنا أعني الممنوعات أثناء الصيام والمباحات أثناء الصيام، وذكرنا أن الممنوعات قسمان. القسم الأول ممنوعات ومحرمات لا تبطل الصيام، وذكرنا مثلا الغيبة والنميمة، هذه وإن كانت محرمة على غير الصائم فإن حرمتها على الصائم أشد، لكن لو فعلها الصائم فإنها لا تفسد صومه. لكن هنالك ممنوعات تفسد الصيام وتوجب على الصائم أن يفسد صومه، وبالتالي أن تترتب عليه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. من ذلك وأشهره الأكل والشرب متعمدا، فالله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن منذ وقت الفجر إلى وقت المغرب الصائم ممنوع من الطعام والشراب أن يتعمد ذلك. قد ينسى بعض المسلمين بعضا من الأحكام أو يغفل عن ذلك، وبخاصة في الأيام الأولى من رمضان قد ينسى الإنسان نفسه ويأكل لأنه لم يعتد على الصيام بعد كما كان معتادا على الطعام والأكل والشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في هؤلاء: إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه، حتى لو أكل ولو أكل وشبع، حتى لو أكل لقمة واحدة أو غير ذلك. وهنا فائدة: الفائدة الأولى أن بعض الناس يجتهدون من عند أنفسهم، قال يقول الواحد منهم: إذا رأيت إنسانا قد نسي فأكل أو شرب فلا تنكر عليه فإنما طعمه الوسقى. هذا غير صحيح، هذا لا يجوز، بل أنت لا تعلم هل هذا متعمد أم ناس أم غير ناس. كما لو كان أحد نائما في صلاة الفجر فأذن، هل تقول ليس في إنما التفريط في النوم وليس إنما التفريط في اليقظة وليس التفريط في النوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والنائم مرفوع عنه القلم، أم أنك توقظه؟ وكذلك الحال سواء بسواء، فيجب أن تنهاه، فإذا كنت حسن الظن به أن تذكره، أن تذكره، تقول له: أنت تأكل وتشرب وبالتالي أنت تقدح في صومك وتبطله وتفسده. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: بعض أهل العلم لا يجعل الحكم في هذا الحديث عاما، وإنما يجعله خاصا بمن خاصا بمن كان في صوم الفريضة، أما النافلة فيقول لا يدخل النص في ذلك، وهذا غير صحيح. بل نقول إذا كان ذلك في الفرض ففي النافلة من باب أولى، لأن ما يتعامل في الفرض به أقوى مما يتعامل فيه في النافلة. فهاتان نقطتان أحببت أن أنبه عليهما، مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الحديث رواه
الإمام الدارقطني والحاكم وغيرهما من أئمة العلم. وأما حديث إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فهو حديث متفق على صحته. النوع الثاني من المفطرات تعمد القيء. القيء معروف ما يقذفه الإنسان من بطنه مما يكون ذا رائحة كريهة وما أشبه، إما لفساد ما في المعدة أو لوجود طارئ أو ما أشبه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليفطر أو فليقضي. من استقاء أي من تعمد، أما من ذرعه القيء أي من غلبه القيء. وهذا الحديث في سنن أبي داود وفي سنن الإمام الترمذي. بعض الناس قد يقول: والله أنا ممكن أكون تسحرت وثقلت في الطعام فوجدت يعني شيئا في معدتي هكذا، فأريد أن يعني أن أتعمد القيء حتى أرتاح. نقول: إذا ارتحت في شيء فإنك تعبت في آخر. قد ترتاح من هذا الأمر لكن أنت تعمدت القيء. ونص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك واضح: فقد أفطر فليس فليقضي. بينما إذا غلبك القيء وكان ذلك دون قدرة منك ودون إعمال منك فهذا حينئذ لا شيء فيه. أيضا الحيض والنفاس. إذا جاء المرأة حيضها أو جاء نفاسها فحينئذ نقول بأنها تفطر، بأنها تفطر. والحيض والنفاس من المفطرات، حتى لو لم يبقى لغروب الشمس إلا دقيقة واحدة، حتى لو لم يبقى إلا دقيقة واحدة. بعض النساء تقول: أنا حط قبل الشمس بخمس دقائق، أريد أن أتمم. إتمامك وعدمه في ذلك سواء، لأن هذا ناقض للصيام، سواء فيه الحيض أو النفاس على حد سواء. لذلك من صامت لا يجزئ هذا جوع وليس بصيام، لأن الصيام له نية شرعية وله أحكامه وله قواعده الشرعية، ليس بالأهواء ولا بالأذواق. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ما ورد عنه من قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أي النساء، فسأله بعض الصحابة رضي الله عنهم: كيف نقصان عقلها ودينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. إذا نقصان الدين هذا ليس من باب الذم، وإنما من باب الفعل ومن باب الواقع، أن المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لا تصوم ولا تصلي، لكن إذا طهرت من حيضها أو من نفاسها فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فجاء عن معاذة وهي إحدى التابعيات، سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني وضعت إشكالا قد يرد على العقل وقد يرد على الذهن، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من أتباع حروراء الخوارج الذين خالفوا النصوص وخالفوا الأمة وحكموا العقول على الشرع؟ والأصل أن الشرع هو الحاكم على العقل، والعقل تابع للشرع. وفي هذا أبحاث طويلة ورائعة جدا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في دائرة تعارض العقل والنقل، وذكرها تلميذه الإمام القيم في مختصر أو في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية، لست حرورية، ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، أي الحائض أو النفاس، أي نساء المسلمين، فنؤمر، أي يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوم، بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا حديث متفق على صحته. إذن حيث ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لابد لنا من التسليم المطلق بما وردنا في كتاب الله وبما صح
عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن نقول كيف ولماذا وبسبب ماذا، فهذا كله لا وجه له في الدليل ولا مكان له في الهدي والتنزيل. أيضا من المفطرات التي يجب أن تعلم مواقعة الرجل أهله في نهار رمضان، فهذا من المفطرات، وليس فقط من المفطرات بل عليه الكفارة المغلظة، عليه الكفارة المغلظة. فمن حصل معه مثل هذا الفعل في نهار رمضان وجب عليه أن يقضي يوما وأن يكفر بصيام شهرين متتاليين، أن يصوم شهرين قمريين متتاليين، يعني قمري شهرين هجريين، عقوبة على هذا النقض وعلى هذا الهتك لحرمة الصيام في شهر رمضان. لو قال قائل أو سأل سائل، لو حصل هذا الأمر في صيام نافلة، نقول لو حصل في صيام نافلة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر، لكن لا يجوز هذا في صيام الفريضة في صيام شهر رمضان. فرمضان له حرمته وله حكمته وله مهابته وله منزلته، لا يجوز هذا بحال من الأحوال ولا تحت أي ظرف من الظروف. فمن فعل فهو آثم، ويقضي يوما ويكفر عن فعله الشنيع بصيام شهرين متتاليين. والله عز وجل يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام في الليل هذا شيء أباحه الله عز وجل، أما في نهار رمضان من وقت الفجر إلى وقت المغرب فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. وهنا حديث فيه طرفة وفيه لطف وفيه يعني جمال وبيان للرحمة الإلهية، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت، في رواية احترقت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له هل تستطيع أن تعتق رقبة، يعني من العبيد الذين هم ليسوا بأحرار، هل تستطيع أن تنفق نفقة تحرر بها هذا العبد؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فقال له عليه الصلاة والسلام اجلس، فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني وعاء مليء بالتمر، قال فتصدق بهذا. من الذي أعطاه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الذي أمره بالصدقة؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله ما بين لابتيها أحد أفقر منا، يعني ما بين طرفي المدينة لا يوجد أحد أفقر مني ومن زوجتي. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، النواجذ هي الأسنان الظاهرة في الأمام، بعض الناس يتصور النواجذ هي الطواحين أو الأضراس الداخلية، لا، النواجذ هي الأطراف أو الأسنان التي تبدو من طرفي واجهة الفم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال له عليه الصلاة والسلام خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. هذه هي رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. نقطة أخرى نذكرها من باب الأمانة العلمية، وهي حقن التغذية أو إبر التغذية. أشرنا في مجلس ماض أن هذه مسألة عصرية خلافية، ورجحنا أن القول بأن الأبر التغذوية لا تفطر، ولكنني أقول الآن في غالب الأمر ومعظمه لا يحتاج هذه الإبرة التغذوية أو المغذية إلا من وجب عليه الفطر، لأنه إن لم يفطر فإنه يكون والحالة هذه
يكون موقعا نفسه في التهلكة، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. إذن يحتاط الإنسان لنفسه في هذا الباب بأن لا يتصرف مثل هذا التصرف إلا في الوقت الذي يكون فيه هذه الحاجة التي تبيح له أصلا الفطر، حينئذ تكون المسألة صورية أكثر منها حقيقية. هذا هو الإسلام، هذه رحمة الإسلام، هذه رحمة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي قال عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه إنما أنا رحمة مهداة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم وإياكنا وجميع المسلمين لما فيه هداه واتباع نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.